واش غنقول لكم؟ وانا فرق الناس كنحس بشي حاجه في رجليا من التحت كتطلع وكتهبط، وانا نلقاه راجل اختي وملي زدت فيها عينيا وبقيت كنشوف فيه بدا كيضحك. سميتي مريم وحنا ثلاثة ديال الخواتات، انا هي الوسطانية فيهم وعندي غير خويا واحد كان هو الكبير فينا. فاد بيا الكاس وانا من داك النوع اللي كنبغي نخوي باش نرتاح، كيف ما كانت الحاجة يا زينة يا خايبة كنعاودها، حتى لهادي اللي ما فيها ما يتقال وما فيها ما يتعاود. ولكن راه حاسة براسي الا بقيت ساكتة غادي تطرطق ليا شي عرق، وانا عندي وليداتي مازالين صغار ومازالين محتاجين ليا. حصل وما فيه تفكرت كلام الوالدة مسكينة كانت ديما كتقول لي بنيتي الا بغيتي تحتي وتعاودي تحتي مع شي وحدة ما كتعرفيها ما كتعرفك. وداكشي علاش اليوم انا بغيت نخبي عليكم قلبي. كبرت وسط واحد العائله مغربيه عاديه بحالنا بحال جل العائلات المغربيه. الحمد لله الحاله ديالنا كانت متوسطه، الاب ديالي هو اللي كان خدام والام ديالي كانت ربات بيت. كنا ساكنين مع عمتي عمه الوالده، وكنا كنقولوا لها حتى حنا عمتي. عمتي مسكينه كانت ما والداش، وكنا ساكنين معاها هي وراجلها. مرضات عمتي ومات وبقى عايش معنا راجلها، وقبل ما يموت مسكين حيت ما كانوش عندهم الاولاد كتب ديك الدار الوالده، حيت امي اصلا من نهار تزوجت عمتي وراجل عمتي امي عندهم كبرت عندهم، واخا هي كانت عارفه باللي هي غير عمتها وهذاك راجل عمتها، ولكن كانوا ما ولدوش وكانوا طلبوا جداتي وجدي باش يعطيوهم ماما تبقى معاهم وتونسهم. وداكشي نيت هو اللي كان، وكيف ما قلت لكم قبل ما يموت راجل عمتي الله يرحمه كسب الماما الدار، وكانت الدار كبيره كانوا فيها جوج ديال الطبقات وسطح. الحمد لله كنا عايشين في ديك الدار، والاب ديالي كان خدام يعني كان عامل في واحد الشركه، وكان المدخول ديالو متوسط يعني كنا الحمد لله عايشين به، والدار يعني كانت عندنا كنا الحمد لله بخير ما عندناش وما خصناش. بقينا غاديين على داك الحال، كبرنا الحمد لله. اختي الكبيره تزوجات، خويا كمل قرايته وتوظف، موراها تزوجت انا، تزوجت اختي الصغيره. في واحد الوقيته الوالد ديالي كان شد لاغوطخ ديالو، ومن بعد منها توفى الله يرحمه. كان جلس تقريبا غير شي عامين تقريبا مورا لاغوطخ ومشى عند سيدي ربي، وبقينا عايشين هكاك. والوالده ديالي بقات عايشه بوحدها في الدار حتى لواحد الوقيته مسكينه. الوالده حتى هي مرضات، ودينا هدوزنا ليها وديناها بزاف الاطباء، وكلهم كيقولوا بلي الوالده مريضه بالكلاوي وكان خاصها ضروري دير واحد العمليه، وديك العمليه كانت غاليه وغاليه بزاف. وبصراحه حنا كنا على قد الحال، والثمن ديال ديك العمليه ما كانش عندنا، ومن ثم فكرنا اننا غادي نبيعوا ديك الدار. وداكشي نيت هو اللي درنا، بعنا ديك الدار وخدينا الوالده واحد لابارتمون اللي كانت صغيره شويه، ومن ثم فكرنا باش اختي الصغيره تجي تسكن معاها، لان اختي الصغيره كانت هي اللي ما عندهاش الدار. حنا الحمد لله كنا بديورنا يعني انا راجلي كان شاري الدار قبل ما يتزوج بيا، وخويا كذلك حتى هو كان خدام وكان سهل عليه الله وكان شرا دارو. اختي الكبيره حتى هي كانت عندها دارها، الا اختي الصغيره كيف ما قلت لكم راجلها كان على قدو كانت غير كاريه. ومن ثم فكرنا باش الوالده ما تبقاش ساكنه بوحدها، وقلنا غادي نضربوا عصفورين بحجر، غادي نعاونوا اختي ما تبقاش ساكنه في ديور الكرا، وفي نفس الوقت غادي تسكن مع الوالده اللي كانت كبيره وكانت عيات وكانت ما تقدرش تبقى ساكنه بوحدها. داكشي نيت هو اللي درنا، درنا الوالده ديالي العمليه، والحمد لله العمليه كانت ناجحه. ولكن من بعد العمليه قالوا لينا الاطباء بان الوالده ديالي ضروري كان خاصها دائما تبقى دير دياليز جوج ديال المرات في الاسبوع، وهذا الخبر هذا كان صعيب علينا باش نتقبلوه، ولكن ما كان عندنا ما غادي نديرو، قدر الله ما شاء فعل. وبقينا غادي عايشين بحال هكاك. الوالده كيف ما قلت لكم مني بعت ديك الدار خدات ديك البارتمون والفلوس اللي بقاو منهم دارت العمليه، وداكشي اللي بقى عندها بقات كتاخذ به الدواء، وكانت كتعاون شويه اختي لانه راجلها كان على قد الحال، حتى حنا كنا كنعاونوا باللي قسم الله. وبقينا عايشين هكاك، كنا مره كنمشيو عند اختي عند الوالده كنطلعوا عليها، والوالده ديالي كانت كدير الدياليز. المهم شويه بشويه تاقلمنا مع الوضع وحاولنا اننا نصبروا لانه ما عندنا ما غادي نديروا، واخا كان داكشي صعيب. وكانت الوالده ديالي كتبقى فيا بزاف، لانه دوك جوج مرات في الاسبوع اللي كانت كتمشي دير فيهم الدياليز كان صعيب عليها بزاف، ولكن ما كانش عندها البديل. الاطباء كانوا كيقولوا ليها ما يمكنش ليها انها ما ديروش، وما يمكنش ليها تحبسوا عفوا، غادي تبقى ديروا مدى الحياه. وحاولنا كيف ما قلت لكم اننا نتاقلموا مع الوضع، وبقينا عايشين هكاك. وكنا كنمشيو عند الوالده مره انا واختي وخويا الكبير، وكنا دائما كنمشيو نزوروا الوالده لانه ما يمكنش لينا اننا ما نشوفوهاش وما نمشيوش عندها. وكانت الحياه غدا عاديه، والوالده ديالي مسكينه ما كانتش كتقدر تخرج، كانت كتمشي بزاف غير فاش كتبغي تمشي دير دياليز، اما باش تخرج اولا تجي لعندنا اولا شي حاجه ما كانش كتقدر. لهذا كنا كنضطروا اننا حنا اللي نمشيو عندها، وكنا كنمشيو كنباتوا عندها. والنهار اللي كتبغي تمشي دير فيه دياليز كنا كنمشيو مره كل واحد فينا كنا دايرين بحال النوبه،
كل واحد فينا كيمشي مره مره، لان كلنا كانوا عندنا الوليدات وكلنا وليداتنا كانوا كيقراو وكيمشيو للمدرسه، لهذا كنا مضطرين اننا نديروا النوبه وكل واحد كيديها مره. في واحد النهار عيطت لي اختي وقالت لي انتي مريم اختي غتوجدي راسك ان شاء الله السيمانه اللي مورا هذه اللي جايه. قالت لي راه كاين واحد العرس عندنا في العروبيه في البلاد ديال راجله، حيت راجل اختي ما كانش من ديك المدينه اللي كنا كنسكنوا فيها حنا، كان في واحد الفيلاج اللي كان بعيد على المدينه ديالنا تقريبا بواحد 200 كيلومتر. المهم انا كنت متعوده ان اختي مره مره كتبغي تسافر، مره مره كتبغي تخرج هي وراجلها، وهذا الشيء من طبيعه الحال كان من حقها. ومره مره كنا كنمشيو نقابلوا الوالده كيف ما قلت لكم، لانه الوالده ما كانتش كتقدر تخرج بزاف، بالاخص لا انا ولا اختي كنا ساكنين وكانوا عندنا الدروج، والوالده مسكينه ما كانتش كتقدر تطلع في الدروج، لهذا كانت الا بغات كتسافر اختي كنا كنمشيو مره مره يا اما انا يا اما اختي. وديك المره كان خاصني نمشي انا. قالت لي اختي باش نوجد راسي، وقالت لي بلي غنمشي عندها قبل تقريبا من 3 ايام باش نعاونها نصايب معاها الحلوه، لانه العرس كان ديال بنت لوسها وكانوا قالوا ليها باش هي اللي تصايب لهم الحلوه. انا قلت اه ماشي مشكل نمشي، وانا كنت متعوده انني كنتعاون انا وخواتاتي وهذا الشيء يعني راه عادي. قلت واخا ماشي مشكل، داكشي نيت هو اللي كان، وكانت غتكون ديك الساعه العطله، لانه كانت عندي انا البنيه الصغيره عندها 4 سنين وولدي الكبير كانت عنده 9 سنين ديك الساعه. صافي وصلت الوقيته اللي كان خاصني نمشي عند اختي باش نعاونها على الحلوه، وفي نفس الوقت كانت هي غتمشي تجلس واحد الاسبوع عند ناسها، وراجلها ما كانش غيمشي معاها حيت راجلها كان خدام. وانا ما عنديش مشكل واخا نبقى في الدار مع راجل اختي ومع الوالده ومع وليداتي، لانه انا راجل اختي كنت كنحسبه بحال خويا، ومن نهار تزوج بيها ما عمرني ما شفت منه شي حاجه ديال العيب، وحتى انا كنت كنتعامل معاه بالمثل. الحاصل مشيت عند اختي كنوجدوا باش نصايبوا الحلوى، كتبات لي اختي الورقه باش نجيب ليها المقادير ديال الحلوى، ومشيت انا وراجلها. راجلها كان عنده الموطور وداني راجل اختي على الموطور، مشيت انا وياه تقدينا انا وياه، جينا تعاونت انا واختي وجات حتى اختنا الكبيره عاوناتنا. المهم تعاوننا على ديك الحلوى ومشات تقدات ودات داكشي اللي خاصها وداكشي اللي وصاو عليها، ومشات اختي فرحانه في امان الله، لانه كانت غادا تفوج مع راساتها، لانه شويه الانسان اللي كيبقى غير في الدار راكم عارفين، والانسان اللي كيكون مقابل المريض راه النفسيه ديالو كتتازم شويه. اختي مشات وبقيت انايا مع الوالده عادي، يعني انا جالسه في دار اختي بحال الا جالسه في داري، معايا ميمتي وليداتي ومعايا راجل اختي، كلشي في امان الله وحفظه. راجلي كان ملي كيجي من الخدمه، راجلي كانت عنده الطوموبيل، كان كيخرج من الخدمه كيجيني عشان يطلع ليا وعلى الوالده ديالي وعلى وليداتي، وكيبقى معنا حتى كيقرب الليل، وكيقول لك لا غادي نمشي نعس، لانه داري انا كانت قريبه للخدمه ديال راجلي عكس دار اختي. دازت الليله الاولى مزيان، وفي الليله الثانيه وكيف ما العاده تعشينا، كنت كنعس انا والوالده في نفس البيت، وليداتي حدايا، تعشينا سالينا طفينا الضو، كنبقى نتحدث انا والوالده راكم عارفين حنا كاملين ملي كنكونوا مجموعين مع خوت مع خواتاتنا عفوان مع الامهات ديالنا، كنطفيو الضو كنبقاو نتحدثوا يعني عادي. داكشي نيت هو اللي وقع، بقيت انا والوالده كنتحدثوا كنتعاودوا حتى طاب نعاسنا ونعسنا. اش غنقول لكم، وانا في غرق النعاس كنحس بشي حاجه في رجليا من التحت كتطلع وكتهبط، وانا نلقاه راجل اختي، وملي هزيت فيها عينيا وبقيت كنشوف فيه بدا كيضحك، وانا في ديك الساعه تلاحيت على بنتي كانت ناسه حدايا مسكينه، ما حسيت براسي حتى خطفتها وعنقتها زعما راني مخبيه فيها. وبديك الخلعه والصدمه ما عرفت راسي اشنو ندير، واش نهضر واش نغوت واش نفيق امي اللي كانت مريضه، خوتي اللي نولي نفيق غتصدم وتصدق واقع عليها شي حاجه. الراجل بقى واقف وكيشوف وكيضحك، ما قدرت اشنو غادي نقول، وتما عرفت بلي السيد راه ماشي طبيعي، حيت ما يمكنش ان شي حد طبيعي غادي يجي عندك في 3 ديال الليل، يعني ماشي طبيعي انه كان دار شي حاجه، وانما نيته اللي فيها شي حاجه. بقيت انا غير كنشوف فيه، ما دويت ما تكلمت، وهو بقى واقف تقريبا واحد المده ديال 3 ديال الدقائق، وعاد مشى لبيتو وبقى مشعل الضو، وانا كنشوف الضو شاعل. المهم بقيت شاده بنتي مسكينه وهي ناسه، بقيت شادها حتى صباح عليا الصباح، ما نعس ما شفته، وانا كنفكر فاشنو غادي ندير، وكنقول واش هادشي بصح ولا انا كنحلم، واش راجل اختي قدر انه يدير لي هادشي، يا ربي نكون غير كنحلم وما يكونش هادشي بصح. ولكن في نفس الوقت بقيت كنتفكر شي حوايج كان كيديرهم، وانا كنت كنقول لا راه هذا راه بحال خويا، راه ربما غير كيضحك معايا، وتفكرت شي كلام كان قالوا ليا، ولكن انا ما ديت ما جبت فيه، باش مشيت انا وياه نجيبوا المقادير ديال الحلوى اللي وصلتني عليها اختي. غدا انا وياه في الطريق وهو يقول لي وعرفتي راه ما كرهتش امتى تصايبي لي انت الحلوى وتصايبيها لي غير ليا انا بوحدي. نقص انا وانا نقول ليه وياك خديجه اختي كتعرف تصايب الحلوى على نيتي، ويقول لي لا خديجه اختك كبرات ما بقاتش كتعرف تصايب الحلوى، حيت اختي كانت كبر مني شويه. وتما فين دورت ديك الهضره وعرفت بلي ديك الهضره
كانت هضره كان كيعني بها هو حاجه اخرى غير داكشي اللي نويت. انا قلت لا، هذا راجل اختي وغير شاد فيا وكيضحك معايا وبغاني يصايب لي الحلوه، ولكن هو نواها في واحد الطريق وحده اخرى. بقيت كندور في داكشي في دوك اللقطات اللي كنت كنشوفو كيدير، وفي نفس الوقت كنفكر في اشنو غادي ندير. اختي باقا ليها 6 ايام ولا 7 ايام باش تجي للدار، وفي نفس الوقت انا ما نقدر نقول لامي والو. عفوا امي كانت مريضه ومريضه بزاف، ولا مشيت تقلت ليها هاد الخبر هادي تقدر تموت فيها. وفي نفس الوقت كنفكر في اختي اللي كانت فرحانه بحياتها مع راجلها وعندها وليداتها كتقري فيهم وكتكبر فيهم. خفتي الا نولي نقول شي حاجه ونشتت لاختي الشمل. وفي نفس الوقت ثاني الا مشى راجلي حتى سمع هاد الكلام غادي يقتل راجل اختي ما فيهاش. ماشي غادي نقول لكم حيت انا راجلي قبيح ولا شي حاجه، ولكن راكم عارفين واخا يكون الراجل ميت ما غاديش يمكن انه يصبر على شي حاجه بحال هكا. بقيت كنفكر فراسي وكنقول اشنو غادي ندير واشنو غادي نقول ولمن غادي نقول ولمن غادي نشكي. مهم صباح الصباح الكلب ديال راجل اختي لبس حوايجو ومشى للخدمه، وبقيت انا كنفكر المهم انا تطيبت الفطور فيقت الوالده فطرتها، وبقيت كنتسنى وكنفكر اشنو غادي ندير. شفت حتايت وعيطت لاختي وقلت لها ضروري تجي لعندي بغيتك. اختي قالت لي لا حتى الغدا راني ناويه نجي غدا. قلت لها شوفي اليوم تجي ودابا وكاع داكشي اللي كديري فيه خليه يجي عندي. اختي تخلعات وفعلا جات ديك الساعه شدات الطاكسي وجات كتجري. المهم جات اختي دخلات كدير لي بعينها شنو كاين، غمستها انا باش ما تهضرش قدام الوالده حيت ما كنت باغا نبين قدام بي حتى شي حاجه. نت انا واختي الكوزينه زعما كنوجدو كنطيبو الغدا. سديت الباب ديال الكوزينه وبديت كنبكي وما عارفاش شنو غادي نقول ولا منين غادي نبدا، ولكن ما نكذبش عليكم مورا ما غادي نعاود لاختي غتكون واحد الصدمه كبار وكبر من داكشي اللي وقع ليا انا. يلا بديت كنقول لها اختي راه ما عرفتش منين نبدا وما عرفتش ما نقول لك. قالت لي غير قولي شنو كاين اختي، واش الوالده مريضه، واش سمعتي شي حاجه عليها، اشنو واقع قولي ليا. قلت لها اختي ما كاين ما نخبي عليك، راجل اختك البارح راه ناض ليا في الليل. قالت لي ويلاش كتقولي؟ قلت لها هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين. الساعه اختي غادي تصدمني بالكلام اللي قالت لي. قالت لي غير سكتي راه ماشي غير انتي. قالت لي بلي واحد المره كانت الوالده ديالي مشات لعند الطبيب وداتها اختي، اختي الكبيره مولات الدار يعني مرت هاد الدراج اختي اللي كنعاود لكم عليه. دات الوالده ومشات هي وياها باش دار الدياليز. واختي الصغيره فينا زعما بقات مع الوليدات، كانوا غيجيو من المدرسه وكانت خاصها تكون في الدار باش تعطيهم يتغداو وتصيفطو من المدرسه. وهو ماشي من طبيعته انه كيجي للغدا، ومن يعرف اختي كاينه غير بوحدها جا للدار وقالت لي بلي كان باغي يتحرش بيا. قالت لي وكون ما دافعتش على راسي. قالت لي وهزيت موسى وكنت غادي نضربو. قالت لي كون ما خرجش ديك الساعه وكون كان تكرفص عليا. قلت لها ويلاش هادشي كتقولي فيه؟ قالت لي اه هادشي اللي قلت لك هو اللي كاين. وهنا كانت الصدمه ديالي كبيره وكبيره بزاف، وعمرني ما كنت كنتخيل ان راجل اختي يكون بحال هكا. اش غنقول لكم؟ هذا راجل اختي اللي كنعاود لكم عليه، الا جيت هاد الهضره نقولها للناس ولا لعائلتنا اللي كيعرفوه ولا جيراننا بصراحه حتى شي حد ما غادي يصدقنا، غايقول لنا هاد الهضره ما كايناش وانتم غير بغيتو تلوحوا على السيد الباطل. راجل اختي تبارك الله كيبان باللحيه ديالو، كيصلي الوقت بوقتو وكيعطي العيده والمواعيد، واش غنقول لكم؟ واخا كنقول لكم عليه زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني كان واحد الخبيث منو ما كان. يا وهنا كانت الصدمه، وتما قلت لاختي علاش ما قلتيش ليا. اختي قالت لي نفس الكلام اللي فكرت فيه انا. قالت لي شوف اختي انا ما بغيت نقول لحد، ما بغيتش نتشتت لاختي الشمل. واختي نيت فعلا قالت لي لاحظتي انا راه ما كنبغيش نجي بزاف، واختي نيت بصح فعلا كانت دائما كتختلق الاعذار باش ما تجيش بزاف لعند اختي. واش غنقول لكم؟ وهاد المشكل هذا راه باقي قائم لحد الان، وهذا الشيء راه داز عليه تقريبا دابا واحد 8 شهور وانا ما قلت والو لحتى شي حد. وحتى اختي الصغيره قالت لي شوف اختي ما نقولوا حتى شي حاجه باش ما نشتوش لختنا الشمل، وراكي عارفه الوالده مريضه وجالسه معاها وما عندنا كيفاش غادي نديرو، يعني هذا المشكل ما عندوش الحل من غير اننا نسكتو. المهم بقات اختي حتى العشيه، بقيت كنطلب فيها وكنرغب فيها. قلت لها اختي عافاك الا ما غيبقاي معايا راه ما نقدرش نبقى بوحدي، خفتي لي يولي عاوتاني نوض ليا. بقيت كنطلب فيها اختي حلفات قالت لي من بات. قالت لي اختي ما نقدرش، قالت لي داكشي اللي كان دار ليا ما بقيتش نقدر حتى نشوف فين وما نقدرش نبات في دارو بالاخص ان اختي ما كايناش. اختي قالت لي شوفي عرفتي شنو غديري؟ عيطي لراجلك وطلبيه باش يجي هو يبات معاك، وداكشي نيت هو اللي كان. مني جا راجلي ودار معنا كسكروط وبقيت كنطلب وكنرغب فيه. قلت لي عافاك غير خليك معانا. وراجلي كان ظريف وكان زعما صراحه كان كيتصنت ليا، واخا انا ما قلتش ليه الحقيقه وغير كذبت عليه. قلت ليه شوف عافاك الا ما غيبقى راه كنبقى موسوسه عليك، ما كنبغيكش تبقى بوحدك، بقى معانا راه بقى قد اللي فات، وانا بغيتك تبقى دوز معانا هاد الايامات كامله. راجلي طاح في راسو العجب، يعني كانت هذه اول مره غادي نبقى نقول ليه هكا. ولكن واخا هكاك راكم عارفين حنا العيالات وبتلحليح وبقيت يعني كنزن عليه بالهضره ونطلب فيه ونلحلح فيه حتى بقى دوز معانا ديك الايامات اللي
اللي بقيتها في دار اختي. واش غنقول لكم من داك النهار وانا عايشه في الرعب، وفين ما كنحط راسي فوق المخده كنتفكر ديك الليله الكحله وديك المعامله وداكشي اللي دار ليا راجل اختي. صراحه ما بقيتش كنحمل فيه الشعره وما بقيتش كنحمل نمشي لعند اختي، ولكن ما عندي ما ندير. ديك الدار فيها ميمتي وفيها حتى اختي اللي كانت عزيزه عليا وعزيزه عليا بزاف. اختي كانت الله يعمرها دار ونيه وما تستاهلش داك الراجل. من داك النهار حتى المعامله ديالي مع اختي تبدلات، غير كنشوفها وكنبقى نشوف فيها وكنحس بتأنيب الضمير. ما عارفاش شنو غادي ندير، واش نقولها ليها ولا نسكت. وكيف ما قلت لكم يعني السبب الاول هو انني ما بغيتش ندير شي حاجه اللي غادي ندم عليها في الاخر، ونكون انا هي سبب انني شتت داك الشمل. وحتى الوالده ديالي الا سمعت هذا الخبر ما نكذبش عليكم غادي توقع عليها شي حاجه، ونخاف نكون انا هي السبب. لهذا فكرت انني نطرح قصتي عليكم، وما نكرهش انكم تعطوني الحل وما تبخلوش عليا بتعاليقكم وبارائكم وبنصائحكم. وكانت هذه هي القصه. نتمنى ان القصه ديال نهار اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم.